حياكم الله جميعا أخواتي الحبيبات، أهلا بكم ومرحبا في المحاضرة التاسعة من شرح متن الشاطبية للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى برعاية الدرر الحسان في القراءات العشر من القرآن. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. بفضل الله تعالى انتهينا من مقدمة هذا المتن المبارك، وكنا أشرنا من قبل أنه ينقسم إلى المقدمة أو خطبة الكتاب، وانتهينا منها بفضل الله، ثم الأصول ثم الفرش. نسترجع معا ما معنى الأصول وما معنى الفرش حتى نستطيع البدء في الأصول. ذكرنا من قبل أن الأصول هي الأحكام الكلية التي تطرد، أو الأحكام العامة أو الكلية التي تطرد في كل القرآن، مثل المد والقصر أو الفتح والإمالة أو أحكام النون والتنوين أو غيرها. طيب، أما الفرش أحكام خاصة، يعني الأول أحكام عامة، في أحكام خاصة ببعض الكلمات القرآنية المختلف فيها مع عزو كل خلاف إلى صاحب، يذكر الكلمات اللي اختلف فيها القراء مع عزو هذا الخلاف إلى صاحب. وذكرنا إن من الأصول ما يأتي في مواضع معينة لا يضطرد في كل القرآن، مثل يأتي الزوائد والإضافة، والعكس من الفرش ما يضطرد في كل القرآن، مثل بعض الكلمات زي القدس عند ابن كثير مثلا تضطرد في كل القرآن. والآن بإذن الله تعالى نبدأ ونشرع في شرح الأصول. نبدأ في الباب الأول. الباب الأول طبعا باب الاستعاذة. باب الاستعاذة، كل باب يعني كل حكم معين هيذكره الإمام الشاطبي هنسميه باب، طالما هو في الأصول يسمى باب. طيب، نبدأ الأول بس نتكلم إن الإمام الشاطبي بدأ بها لأن هي التي يبدأ بها القارئ قراءته دائما. طيب، وأي كلمة على وزن استفعال معناها إنها بتفيد طلب الشيء، يعني طلب شيء معين، زي الاستغفار مثلا طلب المغفرة، وكذلك الاستعاذة هي طلب العوز بالله من الشيطان الرجيم. يعني إيه العوز بالله؟ الالتجاء إلى الله والاعتصام به من حيل الشيطان. طيب، نشوف معنى كلمتها. أعوذ يعني ألتجئ. ألتجئ، الشيطان مشتق من شطن، أي بعد عن الطريق المستقيم أو بعد عن الحق، أو مشتق من شاطة يشيط، أي هلك بسبب معصيته. والرجيم هو المرجوم وهو الملعون أو المشتوم. طيب، ما هو موضع الاستعاذة؟ ممكن تستغربوا الكلام، موضع الاستعاذة هل قبل القراءة أم بعدها؟ طبعا الصحيح أنها قبل القراءة، ولكن هناك رأي ضعيف بيقول حمل على ظهر الآية، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، كأن قرأت فعل ماضي وكأن الاستعاذة ستأتي بعد القراءة. ولكن لو قسناها على آية الوضوء مثلا، فإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، يبقى أكيد مش هنتوضأ قبل الصلاة، لا ده احنا هنتوضأ مش هنتوضأ بعد الصلاة، هنتوضأ قبلها، وكذلك هنستعيذ قبل القراءة وليس بعدها. يعني قياسا على هذه الآية الكريمة فإن الاستعاذة تكون قبل القراءة. طيب، حكم الاستعاذة إيه؟ الاستعاذة حكمها أنها مستحبة، ومن قال بوجوبها يعني من أوجب الاستعاذة هو مثل ابن سيرين مثلا، قال يكفي أن يأتي بها الإنسان مرة واحدة في العمر، وكده يبقى إيه عمل الواجب، يعني كده أدى الواجب طالما أتى بها مرة واحدة في العمر. طيب، وطبعا الاستعاذة ليست من القراءة بإجماع القراء، مش جزء من القراءة. طيب، نشوف الإمام الشاطبي بيقول إيه في أول بيت. يقول الإمام الشاطبي في البيت 95: إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ، فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا. إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا. نشوف معاني الكلمات كما تعودنا. طيب، بيقول لي إذا ما أردت يعني قصدت. طبعا الاستعاذة هنا هي خبر بمعنى الدعاء، يعني الاستعاذة عموما هي خبر بمعنى الدعاء، يعني اللهم أعذني من البلاء وشر الأعداء. أردت يعني قصدت.
طيب الظهر ظرف زمان يقصد به أي وقت، يعني أي وقت وأي زمن هتقرأ فيه. جهارا، الجهار هو الإعلان. جهارا صفة لمصدر محذوف تقديره إيه؟ فاستعذ تعوذا جهارا. عايزين نستفيد حتى من الحاجات النحوية اللي في القصيدة، جميلة جدا. حتى لو ما عندناش فكرة بالتكرار هنفهم يعني بعض الأمور في النحو. يعني ما يقول لي إيه فاستعذ جهارا، طيب يعني التعوذ بتاعك يكون جهارا، دي صفة لمصدر محذوف، فاستعذ تعوذا جهارا. وأيضا مسجلة نفس الكلام، بنقول عليها صفة لمصدر محذوف، يعني المقصود تستعذ تعوذا جهارا مطلقا. تمام، نشوف بيقول ايه الامام الشاطبي في شرح هذا البيت. بيقول، بيكلم القارئ طبعا، بيقول: يا قارئ القرآن، او يا من تقوم بتلاوة كتاب الله تعالى في اي لحظة من لحظات حياتك، اذا اردت ان تقدم على قراءة القرآن لاي قارئ من القراء وأي جزء من أجزاء القراءة، سواء أول السورة أو أثناء السورة، يعني مش لازم تكون أول السورة، فاستعذ بالله قبل الشروع في القراءة، يعني أطلب العون والتحصن بالله من الشيطان. وهذه الاستعاذة تكون جهرا، وطبعا جهرا في غير مواضع الإصرار اللي احنا كلنا عارفينها كالصلاة، أو إذا قرأت سرا أو قرأت منفردا. طيب، ومسجلا يعني مطلقا، مطلقا لإيه؟ لجميع القراء وفي جميع القرآن، في جميع القرآن ولجميع القراء. وطبعا كلمة جهارا هنا معترضة، يعني هي أصل الكلام: إذا ما أردت الظهر، إذا ما أردت الظهر تقرأ فاستعذ من الشيطان بالله مسجلا. جهارا جت إيه؟ معترضة في النص. طيب، نأتي للبيت الثاني. يقول الإمام الشاطبي طبعا كعادته ما سبناش نفكر إحنا هنستعيذ إزاي، ذكروا في البيت اللي بعد: على ما أتى في النحل يسرا وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا. على ما أتى في النحل يسرا وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا. طيب، على ما أتى نركز في أمور النحو شوية نستفيد، ده بنسميه جر ومجرور، متعلق بمحذوف تقديره ايه؟ يعني استعذ تعوذا كائنا على اللفظ الذي ورد في سورة النحل. تقدير المحذوف ده كده، يعني استعذ تعوذا زي اللي جاء في سورة، كائنا على اللفظ الذي ورد في سورة ايه؟ النحل. طيب، يسرا، اليسر طبعا السهولة، وهو حال، يعني على ما اتى، هو على الصيغة التي اتت هي في سورة النحل، يبقى ايه؟ حال فعل أتى، أتى هو يسرا، يعني أتى بسهولة ويسر. التنزيه طبعا التقديس، مجهلة أي المنسوب إلى الجهل، ومجهلة دي بنسميها اسم مفعول اللي أوله مضموم ومجهلة وقبله يعني قبل آخره مفتوح. معنى البيت بيقول إيه؟ معنى البيت بيقول: إذا بدأت القراءة فاستعذ بالله من الشيطان على الصيغة التي أتت في سورة النحل، وهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهي أيسر الصور أو الصيغ، لأنه لفظ يسير سهل، عدد حروفه وعدد كلماته بسيطة. لحد هنا عايز يقول لنا لا تزيد عن، يعني على ما أتى في النحل، يبقى الأول قال لنا إن احنا هنستعيذ على الصيغة التي أتت في النحل، لكن في الشطر الثاني قال لنا ايه؟ وان تزد لربك تنزيها فلست مجهلا. يعني اذا شئت زياده التعظيم لربك بوصف من اوصاف الكمال او الجلال فانت لست منسوبا الى الجهل، لانك اتيت بما يفيد كمال تنزيه الله تعالى وتقديسه. ده الاول، السبب الاول. طيب، والسبب الثاني ان قد ورد للاستعاذه الفاظ غير الوارده بسوره النحل، وذلك في القران نفسه وفي الاحاديث الصحيحه. وقد ورد المايك، حتى المايك عنده مفتوح، ورد في سورة فصلت: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. والأعراف مثلها، ولكن نهايتها إنه سميع عليم.
بسورة المؤمنون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فإذا القرآن نفسه زاد على هذه الصيغة. طيب عندنا يعني خمس، عندنا صيغ كثيرة، ولكن في خمس صيغ للقرآن أهي قدامكم. أقلها ممكن أقول أعوذ بالله من الشيطان بس، يعني ممكن أقول أعوذ بالله من الشيطان، ممكن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم طبعا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ممكن أقول زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال وهنذكر حالا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فدي صيغ الايه؟ الاستعاذة. يبقى لحد كده الشاطبي بيقول لي ان انا لو بدأت القراءة على ان انا استعيذ جهرا في اي زمن وفي اي وقت ولاي قارئ وفي اي جزء من اجزاء القرآن، دي اول حاجة. ثم بعد ذلك وضح لي الصيغة اللي استعيذ بها وهي التي اتت في سورة النحل ايسر الصيغ، ولكن قال لو زودت عن كده بنية تقديس الله وتنزيهه فلست مجهلا، لست منسوبا الى الجهل. ونستشهد بان في آيات أخرى في القرآن زادت على هذه الصيغة. طيب البيت اللي بعد كده بيقول وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد، ولو صح هذا النقل لم يبقي مجملا. وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد، ولو صح هذا النقل لم يبقي مجملا. يعني إيه؟ يعني الشاطبي بيقول الأول يعني بيستدرك الكلام، هو قال لنا نعمل إيه؟ نزود بنية التنزيه، بس رجع قال لنا بس في بعض العلماء الواو في ذكره نعود على علماء القرآن والمحدثين، إن في بعض العلماء والمحدثين ذكروا أن لفظ الرسول هذا اللي احنا استشهدنا به في سورة النحل لم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا اللفظ، هم ده رأيهم. طيب ولكن هذا الرأي ضعيف، هم اعتمدوا على حديثين ضعاف موجودين. الحديث الأول هو حديث ابن مسعود إنه عندما قرأ فقال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن أم عبد قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا حديث ضعيف. طيب والحديث الثاني أن نافع روى نافع عن جبير ابن مطعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والحديثان ضعيفان. طيب ولكن وردت أحاديث أخرى صحيحة تدل على وجود صيغ أخرى بالإضافة إلى الآيات المذكورة في القرآن. من هذه الأحاديث الصحيحة حديث أبي سعيد الخدري إنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. طيب ده أشهر حديث في هذا الباب. إذن في الحديثين اللي هم وقد ذكروا بعض العلماء اللي قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على هذا اللفظ كلامهم ضعيف لأنهم استشهدوا بأحاديث ضعيفة، والصحيح أن هناك أحاديث صحيحة وهناك آيات قرآنية تؤكد أن في صيغ أخرى تزيد على هذه الصيغة. طيب معنى لو صح هذا النقل لم يبقي مجملة يعني إيه؟ لو صح قول هؤلاء العلماء لذهب إجمال الآية، يعني يتعين علينا حينها أن نأخذ بألفاظ الآية ولا نزيد عليها ولا ننقص عليها، ولكن هذا الكلام غير صحيح بالاستشهاد بالآيات الأخرى في الصور الأخرى والأحاديث الصحيحة. فإذا كلامهم إيه؟ رأيهم هذا ضعيف، وأن احنا نزيد أو نقول بأي صيغة من الصيغ اللي احنا قلنا عليها كله صحيح. طيب في البيت التالي بيقول وفيه مقال في الأصول فروعه فلا تعد منها باسقا ومظللا. وفيه مقال في الأصول فروعه فلا تعد منها باسقا ومظللا. طيب فيه الضمير في فيه بيعود على إيه؟ إما القول السابق اللي هو بعدم الزيادة، يعني في هذا النقل لعدم الزيادة عن صيغة سورة النحل هذا فيه كلام، يعني الموضوع ده فيه كلام، أو إن فيه تعود على التعوذ، والراجح إنها تعود على التعوذ. طيب نشوف معاني الكلمات. فيه مقال أو فيه يعود على التعوذ كما ذكر الشيخ عبد الفتاح القاضي يعني، ولكن في أقاويل أخرى إنها تعود على النقل بعدم الزيادة. مقال يعني قول، طبعا المقال ده بنسميه مصدر ميمي، يعني هو مصدر بيبدأ بالميم. الباسق اللي هو الشجر الطويل المرتفع المظلل ما له ظل لكسرة أفراقه،
الفروع جمع فرع وهي الغصن. طيب عايز يقول إيه؟ إن في التعوذ قولا كثيرا وكلاما يعني طويلا انتشرت فروعه في أصول الفقه من حيث الندب والوجوب، يعني هي مستحبة ولا واجبة، ده في أصول الفقه. طيب في أصول القراءات متى يجهر بها ومتى يصر بها، في أصول الحديث في صيغتها نفسها، والأحاديث الضعاف من الأحاديث الصحيح. فعايز يقول لك لا تعد منها بسقا، يعني معنى كده ارجع إلى هذه الأصول وأمعن النظر فيها والتزم بما فيها، يعني بما تؤيده الأدلة والبراهين. إذا أردت الاتساع في هذا الموضوع عليك الرجوع إلى كتب الأصول. بعد كده بيكلمني على الإخفاء يعني إخفاء الاستعادة. بيقول إيه؟ وإخفاؤه فصل أباه وعاتنا، وكم من فتى كالمهدوي فيه أعملا. وإخفاؤه فصل أباه وعاتنا، وكم من فتى كالمهدوي فيه أعملا. طبعا شكل البيت زي ما هو قدامكم إن كأن في يعني رموز. طيب في كثير من الشراح فعلا قالوا إن في رموز، وهنتكلم على هذا الأساس، بس الحقيقة والمحققون على أن هذا البيت لا رمز فيه. هنتكلم على الحالين الاثنين. وفي وإخفاؤه، الضمير في إخفاؤه يعود أيضا على التعوذ. طيب كلمة إخفاء عموما لها معاني كثيرة، ممكن تعني الإصرار كما هنا يعني نستخدمها في التعوذ بمعنى الإصرار، ممكن تعني الاختلاس زي اختلاس الحركة، يعني اختلاس الحركة نسميه إخفاء كما سماه الشاطبي بعد كده في أبيات جاية. الإخفاء هو حالة بين الإظهار والإدغام، حكم من أحكام التجويد. طيب لو أخذنا، هو يعني بنقول إن في كثير من الشراح قالوا إن في رمز، لو أخذنا إن في رمز يبقى إذن الفاء ترمز لحمزة والألف إلى نافع، يبقى نافع وحمزة كانوا بيان التعوذ عند قراءتهم يعني. طب وكم من فتن، هنرجع تاني لها، وكم من فتن كالمهدوي في أعماله، ممن أعمل يعني فكره في تصحيح فكرة إخفاء التعوذ. طبعا لما أقول إخفاء التعوذ أقصد في الأماكن اللي احنا بنجهر فيها، في المواضع اللي بنجهر فيها، مش اللي احنا ما هو اللي احنا بنخفي فيها كلنا متفقين عليها. ودلوقتي الخلاف في ايه؟ في اللي احنا بنجهر فيه، زي بنجهر فيه زي اللي بيبتدي يقرأ الأول وهو في مجلس وهو بدأ بالقراءة أو هكذا، أو مثلا في مناسبات حتى بيقرأ قرآن، احنا بنتكلم على الموضوع ده. طيب نافع وحمزة لو في رمز هما اللي بيخفوا بيسروا بالتعوذ، وممن أعمل فكره في هذا الأمر هو الإمام أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي المقرئ المفسر. وقالوا الشراح إن خلف قرأ عن حمزة بأنه هو يجهر بالتعوذ في أول الفاتحة ويخفيه في باقي القرآن، أما خلف خير القارئ بين الجهر بالتعوذ أو الإصرار بها. وروى المسيبي عن نافع أنه كان بيخفيها في كل القرآن، ده على أساس لو في رمز في البيت. ولكن الصحيح واللي عليه المحققون، هيقابلنا الأمر ده كثير في الشطبية، أن يذكر لنا بيت وفي رموز ممكن يقعد يشرح كتير في الآخر يقول لنا لا المحققون قالوا أن مفيش رمز في البيت. طيب الصحيح أنه فعلا مفيش رمز في البيت، ولكن كلمة فصل هنا معناها فرق، يعني الجهر بالتعوذ هو فرق بين القراءة وغيرها. يعني أنا لما تعوذ كده عملت شعار إن أنا هبدأ أقرأ، كما أن تكبيرة الإحرام شعار للدخول في الصلاة، كما أن التلبية شعار للحج، تنبيه على القراءة. طيب معنى البيت، إن طبعا هنسينا نقول معلش المعاني اللي هي طبعا الإخفاء الإصرار، أباه أبا الشيء يعني رفضه أو تجنبه وامتنع من فعله، الوعاء اللي هم جمع واع أي حافظ مدقق، زي ما أقول إيه قضاء جمع قاضي، وعاء جمع واع أي الحافظ المدقق. معنى كده أن إخفاء التعوذ رده علماؤنا الحفاظ الأبات ولم يأخذوا به، يعني لم يأخذوا به بل أخذوا بالجهر في جميع القرآن ولكل القراء، كما أفاد عموم البيت الأول للإمام الشاطبي، فاستعذ جهارا من الشيطان الله مسجلا. طيب وقلنا لأن الجهر بالتعوذ فيه فائدة وهي إظهار، يعني هو شعار للقراءة، زي ما قلنا تكبيرة الإحرام هي شعار للبدء في الصلاة أو شعار لها يعني. طيب من فوائد الجهر أنه بينبه السامع فلا يفوت شيء من القراءة، وعشان كده حكمة الإصرار بها في الصلاة، لأن أنت واقف في الصلاة من مجرد تكبيرة الإحرام فالإنسان منتبه أن دي صلاة مش هيفوته شيء يعني منها. طيب فصل الخطاب في هذا الأمر، أن في مواطن إحنا بنخفي فيها الاستعاذة كلنا عارفينها طبعا قبل كده،
طبعا في الصلاة المفروض نمرة واحد، إذا كان القارئ يقرأ سرا أو يقرأ منفردا، يعني بيقرأ في سره، طبعا مش معقول يستعيذ بصوت عالي وبعدين يقرأ في سره، أو منفردا فيسر بها أيضا. أن يكون نمرة أربعة وسط جماعة وليس هو المبتدئ بالقراءة. ولكن هنا في برضو ملحوظة، إن قالوا إن في مجال التعلم يجوز أن يتعوز كل قارئ، إذا كان الشيخ عايز يسمع منك لفظ التعوز عشان يعني تضبطه عليه يعني، فيجوز في هذه الحالة ما دام من باب التعلم. طيب في ملحوظة، إذا قطع القارئ قراءته لطارئ يعني كعطاس أو كحة أو كلام يتعلق بالقراءة فلا يعيد التعوذ. أما لو قطعه من حاجة خارجة عن القراءة حتى لو لرد السلام فإنه يتعوذ مرة أخرى. طيب عندنا أوجه الاستعاذة مع البسملة مع أول السور، عندي أربع أوجه كلنا عارفينها طبعا، يوصل الجميع، يفصل الجميع، يفصل الاستعاذة لوحدها فأوصل البسملة بأول السورة، يا أوصل الاستعاذة بالبسملة وأفصلها عن أول السورة، والأربع أوجه طبعا جائزة. كده انتهى باب الاستعاذة. طبعا أنا هشرح وفي الآخر لو أي سؤال يعني يدونه عنده ويقول. هندخل على باب البسملة وهي سهلة جدا وجميلة جدا برضو. طيب البسملة طبعا هي الإتيان بقول بسم الله الرحمن الرحيم، الصيغة دي لا يختلف فيها، بسم الله الرحمن الرحيم موجودة في كل السور، سور القرآن ما عدا سورة براءة، وهي آية من آية سورة النمل طبعا. طيب علماء النحو بيقولوا عن البسملة إن هي أو ما شابهها إن ده مصدر مولد أو مصدر منحوت. يعني إيه منحوت؟ النحت إن أنا أضع جملة كبيرة في كلمة، كلمة واحدة، يعني بدل ما أقول قول لا حول ولا قوة إلا بالله أقول الحوقلة، بدل ما أقول قول حسبي الله ونعم الوكيل أقول الحسبلة، بدل ما أقول قول بسم الله الرحمن الرحيم أقول البسملة. تمام؟ طيب البسملة لها ثلاث مواضع، لها ثلاث مواضع زي ما الأول ما اتكلمنا في الاستعاذة. طبعا احنا نسينا نقول ان هو لما بدأ بالاستعاذة فثنى بالبسملة زي ما بنبدأ قراءتنا، زي ما بنبدأ صلاتنا نفس الترتيب. البسملة لها ثلاث مواضع زي ما قلنا، الاستعاذة موضعها قبل القراءة. البسملة ممكن تكون في أول السور، يعني في أوائل السور ده الموضع الأول، وهنا حكمها الوجوب، واجبة في أول السور لكل القراء. في أجزاء السور نمرتين، هنا حكمها التخيير، وخيرة في الأجزاء هيقولها بعد كده. طيب والحكم الثالث أو الموضع الثالث أقصد اللي هو بين السور، يبقى موضع البسملة ثلاثة، أول حاجة في أوائل السور وحكمها الوجوب، في أجزاء السور وحكمها التخيير، بين السور وهو ما اختص به إيه هذا الباب اللي هو بيوضح فيه مذاهب القراء بالوصل بين السورتين. البيت المئة يقول وبسملة بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا، وبسملة بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا. طيب نشوف معاني الكلمات ونبدأ في شرح البيت. معلش النهاردة لازم ناخد البسملة والاستعاذة كاملة وإن شاء الله نخلص على طول. خلاص قلنا عن البسملة مصدر مولد وهي قول بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. السنة طبعا، السنة هي إيه؟ لغة الطريقة، يعني السنة لغة الطريقة. أما اصطلاحا هي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره أو وصفه، يعني إذا قال شيء أو فعله أو أقره أو وصفه. نموها يعني نقلوها، نموها بيجي يعني زي ما اتفقنا نظام الشاطبي إنه يضع أسماء الحروف الأولى أو حروف يعني أو الرموز بتاع القراء في الحروف الأولى من كلمات لها معنى. نموها يعني نقلوها. الدرية هي الدراية والعلم والمعرفة. أما التحمل هو النقل اللي هو الرواية، يعني الدراية والرواية جمعوا بين الدراية والرواية، درية وتحمل. وطبعا درية وتحمل تعرب حال، حال نقلوها إيه درية وتحمل، يعني نقلوها حال كونهم ذوي معرفة ودراية وتحمل. طيب نشرح البيت. يقول الإمام الشاطبي، احنا اتفقنا ان هذا الباب يتعلق بمذهب القراء بين الصور، في البسملة بين الصور. يقول الإمام الشاطبي ان المشار بالباء والراء والنون والدال وهم قالون والكسائي وعاصم وابن كثير، دي قرأوا بإثبات البسملة بين كل صورتين
حال كونهم متمسكين في ذلك بسنة، بسنة النبي، ما نقلوه عن النبي يعني، وحال كونهم أيضا أصحاب علم ومعرفة ونقل عن الغيب. طيب يبقى ده المذهب الأول، هم المبسملون قولا واحدا. المراد هنا بالسنة هو ما ثبت في الأحاديث الصحاح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم انقضاء السورة حتى تنزل عليه إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، دي سنة. وأيضا كتابتها في المصاحف سنة، يعني اتباع السنة في ذلك أنها مكتوبة في المصاحف، فهم أثبتوها، وأن هي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم انقضاء السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى هؤلاء المبسملون قولا واحدا من أول ما قال إيه؟ بسنة رجال نموها دري وتحمله. طبعا الواو الفاصله اللي اتكلم عليها الشاطبي مش في وتحمله، لا ده في البيت الثاني ووصلك، لما يبتدي يتكلم على كلام جديد وتحمله دي واو عاطفه، واو عاطفه. طيب المبسملون قولا واحدا دول لهم بين الصورتين ثلاث اوجه، ثلاثه البسمله، انا سميتها انا ثلاثه البسمله، يعني ايه اللي يعرفينها كلنا؟ وصل الجميع، فصل الجميع، فصل الصوره السابقه، ووصل البسمله بالصوره التاليه. نبدا المذهب الاول، المذهب الاول. طيب ناتي للمذهب الثاني. لو حد برضو في حاجه يعني عايز اقولها ممكن يفتح المايك ويسال. البيت التالي يقول ووصلك بين الصور، مستمع في انت الصوت مش واضح. بس اخر وجه في البسمله قلنا وصل الجميع وفصل الجميع. وصل الجميع، فصل السورة السابقة ووصل البسملة بالسورة التالية. البسملة معمولة لبداية السور وليس لآخر السور، يبقى فصل السورة الوقف، يعني نقول الوقف على السورة السابقة ووصل البسملة بالسورة التالية. يعني هذا طيب نأتي للمذهب الثاني بيقول ما في استعاذة. لا خلاص ما استعاذة، احنا قلنا مش احنا اتكلمنا على الاستعاذه في بدايه، خلصناها في بدايه القراءه، وقلنا ان الاستعاذه فيها اربع اوجه، اللي وصل الجميع، ما وصل الجميع اللي وصل من الجميع، وصل الاستعاذه بالبسمله باول السوره، او فصل الجميع، او فصل الاستعاذه ووصل البسمله باول السوره، او فصل الاستعاذه خلاص. لكن بين الصور، هو انت بين الصور هتستعذي تاني ليه؟ ما فيش استعاذه خلاص دلوقتي، بين الصور ما فيش غير البسمله، تمام، ما عدا طبعا بين براءه واي سوره سابقه، تمام. طيب نأتي للبيت الثاني وهو المذهب الثاني في البسملة. يقول الإمام الشاطبي ووصلك بين الصورتين فصاحة، وصل واسكت كل جلاياه حصلا. ووصلك بين الصورتين فصاحة، وصل واسكت كل جلاياه حصلا. هناخد الشطر الأول فقط دلوقتي لأن هو ده اللي فيه المذهب الثاني. طيب المذهب الثاني هو مذهب الإمام حمزة، فيه طبعا رمز للإمام حمزة، بيقول أن المشار إليه بالفاء وهو الإمام حمزة قرأ بوصل آخر السورة بأول السورة التالية من غير بسملة. طيب وفي نفس الوقت يعني هو قال لي الحكم وقال لي توجيه الحكم، ودايما الإمام الشاطبي يعمل كده، يعني يذكر الحكم ويذكر توجيه، أين التوجيه؟ فصاحة، فصاحة كان فيها إشارة إلى حمزة، إلى الحكم وهو الوصل، وأيضا فيها إشارة إلى بلاغة هذا الحكم من حيث بيان المعنى أو الإعراب أو أحكام التجويد. يعني أنا مثلا لما أوصل سورة القمر بسورة الرحمن فأقول عند مليك مقتدرين الرحمن، مقتدرين الرحمن، كسرت التنوين لالتقاء الساكنين لأن جاي وراها همزة وصل أو جاي وراها ساكن، فأنا كسرت التنوين. في نفس الوقت من هو المليك المقتدر؟ هو الرحمن سبحانه وتعالى، فالمعنى جميل والحكم وضع حكم التجويد. لو وصلت القارعة مثلا مع ألهاكم التكاثر هقول إيه؟ نار حامية ألهاكم، ظهر حكم الإيه؟ الإظهار. وهكذا يعني بين الصور ان الوصل اولا يعني بيظهر الاعراب وبيظهر المعنى وبيظهر حكم التجويد، وبيظهر طبعا حركه الحرف الاخير. يعني احنا متعودين اصلا ان احنا نقف على كلمات معينه لو جينا نوصلها كلنا حتى الماهر والله يعني ما بيبقاش عارف اصلا الا اذا كان يعني ايه كويس في النحو وكده فبيعرف اعرابها يعني، لكن كلنا متعودين على الوقف نيجي نوصل ما نعرفش نوصل. يبقى ده المذهب الثاني هنقول عليه
غير المبسملين قولا واحدا وهو الإمام حمزة. يبقى المبسملون قولا واحدا الأربعة الأولانيين، والغير مبسملين قولا واحدا الإمام حمزة. طيب الشطر الثاني بيقول: وصل واسكتا كل جلاياه حصل. وصل والواو هنا مش و، الواو هنا بمعنى أو، يعني صل أو اسكتا. اداني وجهين اتنين لمين؟ للرموز اللي قال عليها: كل ابن عامر جلاياه ورش حصل الإمام أبو عمرو البصري. طيب يبقى عايز يقول لي هنا إن في للثلاثة أئمة دول في وجهين اتنين بين الصورتين، لسه في وجه تالت هيجي بس لسه ما ذكروش دلوقتي، ان وجه الوصل ووجه الايه السكت. خلاص الوصل زي حمزه، زي ما قلنا على حمزه، يوصل نهايه الصوره ببدايه الصوره بدون بسمله بدون سكت بدون اي حاجه. والوجه الثاني السكت. ايه السكت ده؟ خدناه طبعا كلنا في التجويد، قطع الصوت على بدون تنفس على الكلمه القرآنية، او قطع الصوت على الكلمه القرآنية زمنا بدون تنفس بنيه استئناف القراءه. طيب الزمن ده قد ايه؟ قدره ما قدر هذا الزمن؟ قدره العلماء بأنه هو مقدار الزفير والشهيق، من غير زفير وشهيق طبعا لان احنا ساكتين، يعني مقدار ما انت بتعمل زفير وشهيق هو ده مقدار السكت على اي حاجه يعني فيها سكت. تمام. طيب يعني معنى كده ان احنا بنقرا، عشان في ناس بتقرا عليا بيعملوا السكت ده بسرعه جدا لدرجه انه ما بيظهرش انه بنسكت بمقدار كاني اتنفست كاني اخذت زفير وشهيق. ده يوصلنا ان احنا عايزين نعرف ما هو الفرق بين السكت والوقف. طبعا اللي انا بقوله لكم ده زيادات يعني بناخدها بعد كده في كل روايه، لكن طالما تعرضنا لها لازم نعرفها من دلوقتي. الفرق بين السكت والوقف، طبعا زمن الوقف اطول من زمن السكت. لان هنا احنا بنقول ايه بمقدار زفير وشهيق، لكن الوقف ممكن اقف يعني ممكن اقف اكتر من كده. طيب الوقف يتنفس معه القارئ، لكن السكت قلنا سكته بدون تنفس بنسميها سكته لطيفه او سكته خفيفه. السكت لا يجوز الا بروايه، انا مش ممكن اسكت لوحدي، يا اسكت بروايه زي الاربع سكتات اللي عند الامام حفص، او هسكت لخلف وخلاد عن حمزه برضو روايه. طيب يجوز ان نستأنف القراءه من قبل موضع الوقف، يعني انا وقفت على كلمه ممكن ارجع من قبلها وابتدي قراءتي، اما السكت لا، ابتدي من بعد السكته، لازم ابتدي من بعد السكته طالما انا سكت. كمان الوقف مش ممكن هقف غير على كلمه، اما في السكت ممكن اقف على كلمه لما اقول عذاب اليم، او اقول الارض، وقفت على حرف اللي هو لام التعريف، او وقفت على كلمه. طيب انا اتطرق برضو لشيء مهم بس انا مش كاتباه هنا معلش من الشريحه، امتى يعني يجب عليهم البسمله؟ يعني الثلاثه دول على وجه الوصل وعلى وجه السكت ده امتى يتعين عليهم البسمله؟ امتى؟ اول حاجه طبعا بين الناس والفاتحه، يعني بين سوره الناس والفاتحه يجب البسمله. ليه؟ لان الفاتحه وان وصلت لفظا، يعني لو هنوصلها بالناس لفظا، ولكن مبتدا بها حكما لان هي اول سوره في القران مفيش قبلها حاجه، يبقى يتعين بسملة. لو واحد دلوقتي بيقرأ للناس اللي بيسكتوا أو بيوصلوا وعايز يقرأ الناس ثم الفاتحة لازم هنا يبسم. طيب إذا انتقل القارئ من سورة إلى سورة أخرى مش مرتبة بعدها في المصحف، يعني إيه؟ أنا مثلا بقرأ دلوقتي سورة الكهف ورجعت للبقرة، مش البقرة ورحت للكهف، لا أنا أو أي حاجة يعني الكهف ورحت للإسراء، خلاص يبقى هنا يتعين عليا البسمله. لكن بترتيب المصحف يبقى عادي يمشي بالوصل او بالسكت يعني. طيب ايه كمان يتعين عليه البسمله؟ احنا دلوقتي بنقول ايه الوصل، وصل الصورتين. طب افرض انه وقف على الصوره الاولانيه، خلاص وجب عليه البسمله بقى كده ما عادش وصل للصورتين، هو وقف على الصوره السابقه، يتعين عليه الاتيان بالبسمله حتى ولو كان بيقرا بوجه الوصل او السكت. نخلي بالنا الناس اللي بيقراوا ورش وكده يكونوا فاهمين الموضوع ده. طيب لحد كده الامور واضحه. بعد كده بيقول لي احنا دلوقتي من البيت دون عرفنا حاجه مهمه، ان هم دلوقتي عندهم وجه السكت والوصل. هنعرف في البيت الجاي هو عندهم اللي هو قدامنا ده ان عندهم وجه كمان. الاول بيقول لي ايه؟ ولا نص كلا حب وجه ذكرته وفيها خلاف جيده واضح الطلا. ولا نص كلا حب وجه ذكرته وفيها خلاف جيده واضح الطلا. البيت ده زي البيت اللي احنا قلناه من شويه اللي هو طلع في الاخر ما فيش فيه رمز. طيب طبعا احنا ما نشوف الرموز هنقول برضو ابن عامر وورش، بس هنتكلم هو ما فيهوش رمز في الاخر الحقيقه يعني.
نشوف معاني الكلمات الأول. كلا ده حرف ردع وزجر، الواضح طبعا الظاهر، الجيد العنق، جيده واضح الطلة، واضح الطلة اللي هي صفحة العنق. يعني ايه الكلام؟ هنقول يعني ايه ده؟ استدراك لما سبق. يعني هو عايز يقول ان لهم السكت والوصل، ولكن لم يأتي نص عنهم بذلك، عن ابن عامر وابي عمرو ورش لم يأتي نص بذلك، مفيش حاجه، مفيش شيء نص اتى يعني يقول لنا ان هم بيقراوا كده، ولكن هذا تخيير، يعني تخيير بين الوجهين دول استحبه اهل الاداء وشيوخ القراء، يعني استحباب، ودي كلمه حب وجه ذكرته، انما هذان الوجهان استحباب من شيوخ القراء واهل الاداء، وانا ذكرته لكم هنا في الشاطبي. ده اللي عايز يقوله الامام الشاطبي في الحته دي. وطبعا زي ما قلنا ايه، ولا نص كلا ده حرف ردع وزجر، يعني ايه؟ كانه النظم بيقول لك ما تعتقدش بورود نص عنهم بالوصل او السكت، ولكنه استحباب لهم من اهل الايه؟ الاداء. طيب لحد كده خلصنا من الايه؟ من السكت والوصل. عايز يقول لي بقى ينبهني لحاجه، وفيها خلاف جيده واضح الطلا، مش كاتبه فيها اللي هي طبعا في البسمله، الضمير يعود على البسمله، يعني البسمله عن هؤلاء الثلاثه ما كانش قايل ان فيها بسمله، فيها خلاف. يبقى اذا هؤلاء الثلاثه عندهم خلاف بين البسمله وعدم البسمله، يبقى المذهب الثالث هنقول ايه؟ اللي هم لهم الخيار بين البسمله وعدم البسمله. يبقى الاولانيين كانوا مبسملون قولا واحدا، غير الثاني المذهب الثاني غير المبسملين قولا واحدا، المذهب الثالث من له الخيار بين البسمله او تركها، اللي هم او اللي لهم خلاف يعني في البسمله، وهم هؤلاء الثلاث. يبقى احنا اضفنا دلوقتي لهم وجه كمان، وجه البسمله، يبقى الخلاف عندهم بين البسمله وتركها، فاذا بسملوا خلاص هيبقوا زي المبسملين، ويكون لهم ثلاث ايه؟ اوجه بين الصورتين، اللي هي وصل الجميع، فصل الجميع، وفصل الاول، وفصل ايه؟ الثاني بالتالي. طيب تمام، اذا كانوا غير مبسملين يبقى لهم الايه؟ الوصل او السكت. بالتالي كده وضحت يعني. يبقى اذا هذا الرمز، لا هذا البيت لا فيه رمز لابن عامر ولا لابي عمرو ولا الورش ولا اي حاجه خالص، ولكن المعنى كما قلنا. يبقى احنا نقدر نقسمهم ونقسمهم ولا لا؟ طيب اهو بصوا يا جماعه، مذاهب القراء في البسمله، مبسملون قولا واحدا، رمز الباء قالون، الكسائي، عاصم، ابن كثير. غير مبسملين قولا واحدا، حمزه. مبسملون بخلاف، ابن عامر وابي عمرو وورش. طيب يبقى دول يجوز لهم الوصل والسكت، بس بشروط برضه، يعني لازم ايه؟ في شروط معينه هيمشوا بيها عشان يعملوا الوصل والسكت. اولا ان تكون الصوره الثانيه بعد الاولى في ترتيب المصحف، زي ما اتفقنا قبل كده انها لو اختلف الترتيب تعين البسمله. وبرضه نفس الكلام اللي قلته قبل كده، ان الوصل متحقق من جميع الصور ما عدا النسوة والفتح، يعني هو يقدر يوصل او يسكت من جميع الصور ما عدا النسوة والفتح، اذا اتى هنا يبسمل. طيب إذا انتقل من نهاية صورة إلى وسط صورة في ترتيب المصحف يوصل عادي ويسكت عادي، يعني طالما هي مرتبة، يعني إمتى يسكت أو يصل؟ إذا قرأ صورة بعد صورة بالترتيب، وإذا انتقل من صورة إلى وسط صورة بعدها برضو بترتيب المصحف، كل ده يجوز له الوصل والسكت. وفي كل الصور ما عدا بين الناس والفاتحة، والشرط الرابع إنه ما يوقفش على نهاية الصورة، لأنه لو وقف تعين عليه البسملة. طيب نيجي بقى في البيت 103 بيقول لي ايه؟ اذا كررت الصوره من بيرجع، اذا كرر الصوره بيبسمل تاني عشان بيرجع لبدايه الصوره. دي في نقطه، بيبسمل تاني. تمام. طيب وسكتهم المختار دون تنفس، وبعضهم في الاربع الزهر بسمله. وسكتهم المختار دون تنفس، وبعضهم في الاربع الزهر بسمله. نشوف يعني سكتهم، الضمير عايد على مين؟ على الثلاثة اللي اتكلمنا عليه، أبي عمرو وابن عامر وورش. طيب سكتهم المختار، سكتهم مبتدأ والمختار خبر، يبقى إذا عرفني هنا، إداني حكم معين اللي هو إيه؟ إن السكت هو المقدم، أن السكت هو المقدم لهؤلاء، هو المقدم، لأن أعربها خبر، يبقى السكت هو المختار أي المقدم على الوصل. ليه؟ لأن السكت فيه تنبيه على نهاية الصور. في تنبيه على نهاية الصور. طيب وفي نفس الوقت كما عودنا برضو ان بيوضح لي كيفية السكت دون تنفس،
اللي هو اللي احنا قلناه قبل كده، ان السكت هو ايه؟ قطع الصوت بدون تنفس على الكلمة القرآنية زمنا معين. خلاص، يبقى اذا الثلاثة دول الوجه المقدم لهم ايه؟ يبقى انا دلوقتي لما اجي اقرا لورش مثلا، لا بقرأ بقدم السكت له الاول، لابن عامر السكت الاول، لابي عمرو السكت الأول. وطبعا فيها تفصيل برضو، الدوري كذا والسوسي كذا، وفي مواضيع كتير يعني. طيب نيجي بعد كده نقطة مهمة، يبقى احنا عرفنا مين المستثمرون قولا واحدا، مين اللي بيوصل قولا واحدا وملوش حاجة تانية حمزة، مين اللي لهم التلات اوجه وهم الثلاثة اللي اتكلمنا عليه. ننتقل الى حاجة مهمة جدا، وبعضهم في الاربع الزهري بسملة. معنى الكلمات هنا الأول. طيب الأربع الزهر طبعا يا جماعة اللي هم كلمة الزهر عموما جمع زهراء اللي هي تأنيث أزهر، أزهر هو المنير المشرق، ودي كناية عن شهرتها أوضح. طيب الصور دي لا خص يعني خصوصية معينة، لأنها بتبدأ بلا أو ويل. طبعا الصور الأربعة اللي هم القيامة والمطففين والبلد والهمزة، اتنين بيبدأوا بويل واتنين بيبدأوا بلا. طيب بعضهم كلمة بعضهم عموما لما تقابلنا في الشاطبية تعني حاجة، إن في مذهبين أو في رأيين، دي نعرفها على طول يعني. ففعلا في مذهبين في الأربع الزهر اللي هم الأربع صور دول، مذهب التفرقة ومذهب عدم التفرقة. طيب لأن عند وصل هذه الصور بما قبلها من الصور يحدث يعني استشكال في المعنى. يعني أنا لما أجي مثلا أقول المدثر والقيام، فأقول أهل التقوى وأهل المغفرة لا، أو والأمر يومئذ لله ويل، يعني فادخلي جنتي لا، وتواصوا بالصبر ويل. هنا الوصل نفسه لا، يعني إيه، في بعض أصحاب مذهب التفرقة قالوا إن إحنا نفرق، وأن هذه الصور لها خصوصية معينة، والبعض الآخر قال لا هو مذهب مساواة ما زي بقية الصور. وطبعا المذهب الراجح والصحيح والمعمول به هو مذهب المساواة، وأننا قرأنا على شيوخنا طبعا بمذهب الإيه التفرقة. طيب احنا عايزين نعرف هنعمل فيهم ايه دلوقتي، هنستنتجه من البيت اللي جاي. بيقول ايه؟ لهم دون نص وهو فيهن ساكت لحمزة فافهمه وليس مخذلة. لهم دون نص، يعني كمان مذهب التفرقة في الأربع الزهر بدون نص، وهو ولكنه كما قلنا في السابق اختيار واستحباب من ايه؟ من أهل القراءة وأهل الأداء، من شيوخ القراءة وأهل الأداء. طيب وهو فيهن ساكت لحمزة، حمزة اللي هو بيوصل أصلا، هو مذهبه الوصل. بيأتي في هذه الصور، الشاطبي اللي قال لنا إنه بيأتي في هذه الصور الأربع ويعمل إيه؟ يعمل سكت عشان يفصل بينهم، يفصل بينهم. طيب يبقى نستنتج إن اللي بيعملوا سكت يعملوا بسملة درجة أعلى. وكمان من البيت اللي فات هو بعد ما قال وسكتهم المختار دون تنفس قال إيه؟ وبعضهم في الأربع الزهري بسملة. يبقى ممكن نستنتج برضو إن اللي بيسكتوا بيبسملوا في الأربع الزهر، يعني إما من البيت السابق نستنتج إن بيسكت بيبسمل، ومن هذا البيت نستنتج إن حمزة اللي بيصل بيأتي هنا ويسكت، لأنه قال إيه؟ وهو فيهن في الأربع الزهر ساكت لحمزة. خلاص حمزة ومن يصل معه دلوقتي اللي بيصل هيبقى حمزة، ومعاهم الثلاثة على وجه الوصل أربعة بيصل. إذا وصلوا في كل القرآن أنا بقرأ لهم بالوصل، هأتي عند هذه الصور وبسمل وأسكت بينها، أعمل درجة أعلى وهي السكت للفصل بينه. طيب وإذا قرأت للساكتين الثلاثة بمذهب السكت أأتي هنا وأعمل بسملة، أأتي هنا وأعمل بسملة. أما المبسملون طبعا ما فيش فرق بينها وبين أي حاجة تانية. طيب وليس مخذلة يعني إيه؟ يعني عايز يقول لي هذا المذهب ليس مذهب ضعيف، مذهب التفرقة ده ما هوش مذهب ضعيف ولا حاجة، ولكنه له من ينصره ويعمل به ولكن زي ما قلنا المحققون من العلماء على عدم التفرقة، وهو المذهب الصحيح المعمول. احنا كده يعني انتهينا من الامور الصعبه في هذا الباب، هنيجي يعني لحاجات سهله وبسيطه جدا. بيقول لي ومهما تصلها او بدات براءه لتنزيلها بالسيف لست مبسملة. ومهما تصلها، تصل مين؟ براءه، الكلمه جايه او بدات براءه، يعني مهما بدات صوره براءه او وصلتها بما قبلها من الصور لتنزيلها بالسيف لست مبسملة. ما تبسملش في اول براءه او عند وصلها بما قبلها. طيب طبعا هو ذكر برضو الحكم مع التوجيه والعلة زي ما هو معودنا،
ذكر الحكم ان احنا لا نبسم الاول براءه او عند وصلها بالصور السابقه. طب ايه العله؟ في عله، في علل كتير الحقيقه وفي توجيهات كتير، لكن اللي ذكروا هنا انها نزلت بالسيف، نزل التهديد ووعيد للمشركين والمنافقين الذين ينقضون العهود، فلا تناسب يعني او مش هيتناسب مع شدتها البسمله اللي هي فيها امان ورحمه. ده تعليل الامام الشاطبي. في تعليلات اخرى كثيره، ان المصحف كتب فيه البسمله في كل سوره، لكن لما نزلت سورة براءة النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة بكتابة البسملة، وكان ترك الأمر عند النبي بالنسبة للصحابة أمر، يعني إذا ترك أمر لا يسألون، يعتبروه إن هو يعني أمر. طيب في قول كمان إن الأنفال وبراءة سورة واحدة لأنها كلها تتحدث عن القتال وما شابه يعني. طيب هنقول في سور تانية شديدة على الكفار والمنافقين، وإشمعنى براءة؟ لأن دي بدأت يعني بدأت ببراءة من الله ورسوله، أن الله ورسوله يتبرأوا من هؤلاء المشركين أو هؤلاء الناقضين للعهود. فبداية الصورة كانت كده، فلا يتناسب معها البسملة. وطبعا برضو في لمحة لطيفة أن العرب كانوا لما يعملوا عهد مع حد فيكتبوا بسم الله، لما ينقضوا العهد أو يخاطبوا حد نقض العهد ما يكتبوش بسم الله. وزي ما قلنا أن القرآن نزل على لهجة العرب وعاداتهم، يعني نزل موافق لهم يعني، فهو هم يفهموا معنى عدم البسملة هنا. والأصل في كل ده طبعا هو الرواية وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو وصلنا براءة بأي سورة قبلها لأي قارئ لنا ثلاث أوجه، يا إما أوصل السورة قبلها مباشرة، يا إما أسكت بين السورتين، يا إما أقف على السورة السابقة وأبدأ براءة بدون بسملة ولا استعاذة ولا أي حاجة. طيب البيت التالي بيقول ولا بد منها في ابتدائك صورة سواها وفي الأجزاء خير من تلا، ولا بد منها في ابتدائك صورة سواها وفي الأجزاء خير من تلا. لابد منها من إيه؟ البسملة أكيد، يعني تعود على البسملة. في ابتدائك صورة، طبعا صورة لو احنا شفناها كده لحد بيعرف نحو يقول مضاف إليه فكتبها صورة، لا هي منصوبة على نزع الخافض. يعني إيه؟ في ابتدائك بصورة، هي أصلها كده يعني، فهي منصوبة على نزع الخافض صورة. طيب سواها، سوا مين؟ براءة. يبقى الضمير في منها الأولانية تعود على البسملة، وسواها تعود على براءة، يبقى لابد لك أن تبسمل في أول السور ما عدا براءة. هنا هو انتهى من مذهب القراء بين السورتين، فبينبهنا اللي احنا قلناه في الأول. إيه مذهبه في بداية القراءة؟ الجميع متفقون على الإتيان بالبسملة في أول القراءة، يبقى لابد منها في ابتدائك صورة غير صورة براءة. وفي الأجزاء خيرة، وتنفع خيرة من بناء للمفعول وللفعل، يعني خيرة أهل الأداء. القارئ إذا ابتدأ بأي جزء من الصور، ومش بيتكلم على أجزاء براءة، لا ده هو بيتكلم على الأجزاء عموما وممكن يدخل معاها أجزاء براءة، أي جزء نبتدي بيه احنا مخيرين بالبسملة وعدم البسملة. وطبعا المراد بأجزاء الصور ما بعد أول الصورة ولو بآية، يعني لو عدت آية بنا كده في جزء من الصورة خلاص، يعني يدخل معاه أول الجزء، أول الحزب، أول أي حاجة غير أول الصورة. وممكن كمان في الأجزاء تعود على أجزاء براءة خير من تلا، يعني في ناس ألحقوا أجزاء براءة بأولها وقالوا ما فيهاش بسملة، وفي ناس قالوا يجوز البسملة طالما أنا عديت أول آية من الصورة. طيب البيت الأخير، ومهما تصلها مع أواخر صورة فلا تقفن الظهر فيها فتثقلا، برضو الضمير هنا يعود على البسملة. ومهما تصلها مع أواخر صورة فلا تقفن الظهر فيها فتثقلا، يعني لو أنت وصلت بسملة بآخر الصورة السابقة أوعى تقفن، ما تقفش، أوصل كمل، لأن ده وجه ممتنع، هذا وجه ممتنع نهانا عنه الشاطبي. بمعنى ان دلوقتي البسمله اتت لاول الصور، فانا لو انا وقفت هنا على البسمله مع اخر الصور وكان السامع هيفهم ان البسمله اتت لنهايه الصور، وده طبعا ايه، انت اتيت بشيء لا ينبغي فعله يعني. فلنا كده بين الصورات إيه؟ اذا انا يعني وصلت الاول، نشوف المعاني دي الاول. تصلها قلنا تعود على البسملة، كلمة فتصقلها يعني تصير مستثقلا عند أئمة القراءات لأنك فعلت ما لا ينبغي. طيب هنقول هو يعني دلوقتي بيقول لي إذا أنت وصلت البسملة بالصورة اللي فاتت ما تقفش، كمل وهات الصورة اللي بعدها، لأن هذا الوجه ممتنع.
كما قال الشاطبي ونهانا عنه، فيبقى لنا بين الصورتين يعني أربع أوجه عقلا وثلاثة يعني عقلا، أو يعني المفروض إن هم عقلا موجودين لكن ثلاثة بس هم اللي جائزة وواحد ممتنع. الوصل الجميع، فصل الجميع، فصل الأول وصل الثاني بالسادس، أوصل الصورة السابقة بالبسملة بالصورة التالية، أو أفصل الجميع، أو أفصل الصورة الأولى وأوصل البسملة بالصورة التالية. أما الممتنع هو إيه؟ وصل آخر الصورة بالبسملة مع الوقف عليها وبعدين أبتدي بالصورة التالية. ولذلك هو قال إيه؟ لو عملت كده فتثقل، يعني هذا الوجه إذا فعلته تكون مستثقلا عند أئمة القراءة لأنك فعلت ما لا ينبغي فعله، فقد جعلت البسملة لإيه؟ لختم الصورة، وهي أصلا شرعت لبداية الصورة. بكده نكون يعني خلصنا البابين. طيب ممكن نقرأ لو إيه؟ طيب هنقرأ الأول بعد كده هقفل التسجيل ونقول اللي احنا عايزينه. باب الاستعاذة. إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا على ما أتى في النحل يسرا وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد ولو صح هذا النقل لم يبقي مجملا وفيه مقال في الأصول فروعه فلا تعد منها باسقا ومضللا وإخفاؤه فصل أباه عاتنا وكم من فتى كالمهدوي فيه أعملا. باب البسملة. وبسملة بين الصورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا ووصلك بين الصورتين فصاحة وصل وسكتا كل جلاياه حصلا ولا نص كل حب وجه ذكرته وفيها خلاف جيده واضح الطلا وسكتهم المختار دون تنفس وبعضهم في الأربع الزهر بسملا لهم دون نص وهو فيهن ساكت لحمزة فافهمه وليس مخذلا ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا ولا بد منها في ابتدائك صورة سواها وفي الأجزاء خير من تلا ومهما تصلها مع أواخر صورة فلا تقفن الظهر فيها فتسكلا. وإلى هنا يعني انتهيت من المحاضرة. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بها إن شاء الله تعالى ويتقبلها منا ومنكم ويجعلها في ميزان حسناتنا إن شاء الله جميعا. أغلق المايك وأنا أغلق التسجيل وأنا معكم في أي سؤال إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.